واجه عامر أبو زيد أمين حزب الاتحاد لقطاع الصعيد الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لاهتمامه بمخرجات الحوار الوطني بشكل لحظي. وأوضح في تصريحات خاصة للتلفزيون المصري أن غلاء الأسعار هي ظاهرة عالمية وليست مرتبطة بمصر فقط. نوجه شكر كبير لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لاهتمامه بمخرجات الحوار الوطني بشكل لحظي واصداره طبعا تعليمات وقرارات فيما يتعلق بصلاحياته الدستوريه فيما يتعلق بمخرجات الحوار الوطني في المرحله الاولى واحاله ما يخص منها الى التشريع والرقابه. النهارده طبعا جلسه مهمه جدا متعلقه طبعا بغلاء الاسعار، كلنا نعرف ان غلاء الاسعار مؤثر على الداخل والخارج، هي ظاهره يعني عالميه مش داخليه بس، ولكن طبعا الحكومه المصريه والرئيس عبد الفتاح السيسي بشكل خاص مكلف الحكومه المصريه انها تهتم بشكل كبير بالأسر الأولى بالرعاية من خلال طبعا برامج حماية اجتماعية كلنا بنشوفها وتمكين اقتصادي كلنا نشوفه.